مولاد جلابة اللي هو عبارة عن سينجل واللي ان شاء الله غادي تورنا الكليب ديالو في مدينة وجدة ان شاء الله. انا ماشي من الفنانين اللي كيتبعوا الموجة انا كنخلقها فوالا محكم كل واحد حر في داكشي اللي بغى يديرو. فهادشي غادي تحسب في يعني في المسيرة الفنية ديال اي فنان كان يغني كلمات زوينين غادي تكون عنده مسيرة موفقة، واللي ما يديرش كلمات زوينين غادي يعرف راسو بلي ما دارش كلمات زوينين. فلهذا انا كنقول لك ان اي فنان فهو مسؤول على المسيرة الفنية ديالو. ماشي فنان كيدير شي بوز ديال شي حاجة خايبة لي ميديا كيمشيو لعندو باش يديروا له لي زانترفيو. فهذا هو دور ديال لي ميديا باش هذيك الكلمة الساقطة ما تزيدش تنشر. لأن لي ميديا شنو هو الرول ديالهم؟ كينشروا الأغنية ولا كينشروا المقال ولا أي حاجة. فتا لي ميديا عندهم الدور ديالهم أنهم يحبسوا هاد لي موراجي، ما تكون شي حاجة خايبة للشعب. ما نزيدش ندعمها بلي ميديا. علاقة زوينة، علاقة حب. سيدنا احنا عزاز عليه كفرقة شبابية اللي عطات بزاف للثقافة الموسيقية المغربية. فاحنا كان عندنا دور كبير في 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 نجاح الأغنية المغربية الشبابية واللي عطيناها بواحد الصورة عالمية. ولا جينيراسيون اللي عاشوا معنا عاشوا متقفين لان كانت الكلمه ما كانتش الكلمه الساقطه. كاين واحد السكوب ان شاء الله، كاين واحد العمل مع مالك اللي غادي نوليو نديرو ان شاء الله واحد الديو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.